وبعد دعوة مجلس الدفاع العماني مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، أوكل مجلس العائلة لمجلس الدفاع القيام بفتح وصية السلطان الراحل وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة. الرسالة رقم واحد: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد حملكم النظام الأساسي للدولة أمانة عظيمة وكلفكم مهمة جسيمة بإسناده إلى مجلسكم الموقر مسؤولية تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وذلك خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان. وحيث أن مجلسكم الموقر لم يتفق على اختيار سلطان للبلاد في مدة التي حددها النظام الأساسي للدولة، فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار البلاد يشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة. وإننا إذ نضرع إلى الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن الذي دعانا إلى اختياره والثقة التي دفعتنا إلى تقديمه، فإننا ندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين، معتصمين دائما تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير، متجنبين كل أسباب الشقاق والفرقة والتنديد والتناحر، عاملين بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.